متتبعي الوضوح، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في واحد الفيديو تنديدي اللي نسلطوا الضوء على المشكل ديال انقطاع شبكه الهاتف على مجموعه ديال الساكنه ديال جامعه ولاد ستوت. معنا واحد زبون ديال الاتصالات المغرب اللي هو يعني عنده خساره كبيره، اللي ما عارفينش انه بانما هاد الانقطاعات ديال شبكه الانترنت والهاتف ثابت كيسبب واحد الخساره كبيره. الناس اللي عندهم مشاريع ديالهم، ناهيك عن الابناء ديالو اللي داير لهم الويفي باش كيتابعوا الدراسات ديالهم، يعني واحد الخساره كبيره. واسباب ديال الانقطاع، لو كانت انقطاع مؤقته يقدر الناس غادي تستنى وتصبر. المشكل اللي كاين قبل 16 يوم وقعت سرقات ديال الكابلات الخاصه باتصالات المغرب في جماعات ولاد ستوت. عصابه اجراميه متخصصه قامت بقطع الكابل ديال الخطوط ديال الهاتف الثابت والانترنت على مستوى الطريق الوطني رقم 2 الرابطه بين زايو وبركان. هنا غادي نشوفوا واحد الزبون اللي غادي يتكلم على المعاناه ديالو والخسارات ديالو اللي كتسببها له هذه عمليه السرقه. من هذا المنبر كنطالبوا المؤسسه ديال المكلفه بشركه ديال الاتصالات المغرب باش تشوف وتراعي الزبناء ديالها اللي راهم محرومين من هاد الخدمه. 16 يوم مشات وهما بدون خدمه ديال الانترنت والهاتف النقال. السؤال المطروح اللي كيقول لك احنا دابا كنخلصوا الشهر، كنخلصوا المستحقات ديالنا، ولكن الخدمات ما كاينينش. ونخليكم تسمعوا الراي ديال احد الزبناء. هذا التليفون هذا دابا 16 يوم ملي مشى لنا التليفون، وانا درت 4 ديال الريكلاماسيون اللي كنعيط للاتصالات المغرب كيجاوبوني وكيقولوا لي صافي راه غادي نشوفوا مع المشكل، ولكن بدون حتى شي حاجه، ما صوبوا حتى شي حاجه. وزدت انا مشيت حتى للناظور، حتى المدير ديال المؤسسه في الناظور دخلت عنده قال لي انا ما عندي ما ندير لكم، ما عندي ما ندير لك، راه سرقوا الكابلي ما عندي ما ندير لك. دابا ما عرفناش فين نشكيو، واش كاين شي بلاصه اخرى نديروا شكايه اخرى نقدموها، وحنا كليان قدام ماشي غير التليفون اللي عندي، عندي واحد اخر في المدينه وعندي التليفون ديال الاتصالات ديال الجيب وعندي جوج ديال هادو ديال التليفون الثابت، ومع ذلك راه حنا دابا محرومين من الانترنت. الوليدات كيقراو، ولاد كيقراو دابا ما عندهمش باش يقراو، هنا ولفوا كيقراو بالانترنت بالويفي، دابا ما كاينش، راه محرومين. دابا خصكم تشوفوا الحاله ديالنا باش تصاوبوا لنا هذا التليفون هذا، وإلا ما غاديش تصاوبوه لنا نعرفوا بعدا شي حاجة أخرى بعدا باش نكونوا عارفين. دابا هذا ما عندي ما ندير لك. على بشي جهة أخرى. سي محمد ما عندي ما ندير لكم، يعني كان تما عليكم تقولوا لهم حنا غادي نلغيو ديك الاتفاقية ديك الكونترا. جاوبني دخلت عنده في الناظور قال لي أنا ما عندي ما ندير لك. قال لي التليفون خونوا الكابلي انا ما عندي ما ندير لكم. وخونوا الكابلي واه فعلا، ولكن انتم الشركه انتم اللي خصكم تدبروا، جيبوا الكابلي اخر تركبوه، وانتم اللي خصكم تحضيوا الاخر المسائل ديالكم، ماشي المواطن اللي غادي يحضيها ولا المواطن هو اللي يجيب كابلي يديرو، ولا المواطن كان حنا كنخلصوا الواجبات ديالنا، ولكن التليفون ما كانش. وما تمشي تشكي يقول لك انا ما عندنا ما نديرو لك. دابا ما عرفناش فين نشكي، واش كاين شي مؤسسه كبيره على هذوك نمشيو نشكيو لها، ولا نديرو شكايه للرباط، ولا نديرو شكايه لشي بلاصه اخرى، ولا نقطعوا لياس كاع باللي راه ما عندنا والو ما كاين والو. غادي نستناو شويه، لا ما كاين والو غادي نشوفوا شركه اخرى ديال اورانج ولا اونوي ولا شي شركه اخرى اللي نديرو شي حاجه اخرى اللي يكون شي حل وحده اخرى وصافي. هادشي اللي كاين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش تديرو جيم وتضغطو على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.